الفريق الوطني السوري لعلوم الفضاء يعلن عن حدث كبير، مفاجأة مدوية لم تكن متوقعة أبهرت العالم. وصلوا للعالمية رغم الضغوطات الخارجية على بلادهم. فريق مكون من 350 شخصاً موزعين على معظم أراضي سوريا، ضم طلاباً من المرحلة الثانوية والجامعية وباحثين ومدرسين في الجامعات والمدارس، خاضوا غمار التحدي في بلاد الغرب وأعلنوا عن مفاجأة كبرى. البعثة العلمية أثبتت للعالم أجمع أن المجتمع السوري محب للعلم ولديه طاقات علمية هائلة تفاجئ من يتعامل معها من خارج الأراضي السورية. التقينا بعرب وأجانب وكانوا دائما متفاجئين بطلابنا أصحاب المعلومات الدقيقة والعالية والحديثة، سواء بالفيزياء أو الكيمياء أو حتى اللغة الإنجليزية. هكذا يوثق رئيس البعثة باسل سلطان، الباحث في فيزياء الطاقة العالية وخبير تحليل بيانات الأقمار الصناعية، ردود أفعال العرب والعالم من الباحثين الذين التقوهم. الفريق استطاع الوصول للعالمية بالرغم من الضغوطات. لقد عانوا كثيراً من سياسة التضييق أثناء تواجدهم بالمؤتمرات والمسابقات التي تتحكم بها الولايات المتحدة أو بريطانيا، وحرموا من الجوائز النقدية رغم فوزهم. ومع ذلك حصل الفريق على جوائز ذهبية على مدى 3 سنوات، فضلاً عن جائزة فضية. وتفاجأ الأعضاء بعدم السماح للطلاب السوريين بالحصول على الجائزة النقدية أو العينية، بل يكتفى بتسليمها إلكترونياً. شارك الفريق في مسابقة تنظمها جمعية المريخ الأمريكية المارس سوسايتي، وكانت تفرض عليهم تقديم ملف لإنشاء موقع معمور على سطح المريخ فيها كل ما يلزم لدعم الحياة ليكون موقعاً مستداماً لمدة 20 عام. واحتوى ملف الفريق السوري الهندسي على تفاصيل عملية ومعلومات مهمة نالوا بها المركز 5. الفريق أعلن عن مفاجأة مدوية وأنه بدأ العمل على إطلاق الكيوبسات أو القمر الصناعي السوري الأول. تم تجهيز الفريق المكون من 30 شخصاً ما بين خبير ومتدرب بالتعاون مع وكالة الفضاء اليابانية جاكسا. تم التعهد بتدريب الفريق بشكل كامل وتم عقد اتفاقيات مع بعض الجامعات الغربية وذلك للتدريب. يسعى الفريق بنهاية العام أن الصورة تكون مكتملة، ومن ثم مباشرة ببداية العام القادم بتجميع هذا القمر الصناعي بالتعاون مع أجهزة الدولة السورية. ومن المقرر تغطية تكاليف هذا القمر الصناعي من وكالة الفضاء اليابانية في حالة الالتزام بالشروط المتفق عليها. أما تكاليف تجميع هذا القمر ستكون مسؤولية الدولة. من المشاريع الطموحة للفريق أيضاً إنشاء مركز إنذار مبكر متخصص بالأزمات الطبيعية وأيضاً غير الطبيعية بالتعاون مع الوكالات الدولية. وأما عن ثالث مشروع يرغب الفريق بتنفيذه، قال سلطان أنه يتضمن إنشاء شيء يخص علوم الفضاء كمعهد عال أو معهد يتم من خلاله تأهيل المهندسين والخريجين والفيزيائيين السوريين كي يتعاملوا مع علوم الفضاء الحديثة. فهل سيكون ذلك الفريق البحثي السوري بداية حصول دمشق على مكانة دولية بمجال الفضاء؟